يا فين زمان وأيام زمان. طب ارجع يا زمان. لا اصل حاسس بالم في قفايا وماما هي السبب، كانت دايما تدعي لي وتقولي يا ربنا يطول يا ابتك. يا اخي انا كنت بعزها قوي، الله يرحمها. الله يرحمها استاذ حنجوري. وبالمناسبه السعيده ديت، يا ترى يا هل ترى حضرتك ما حضر لنا غني وللمراه؟ احنا بنغني على مين؟ قصدي لمين؟ ما هو للميقه، وده اللي مخلي المعازيم الرجالة بيحقدوا عليا. معنى كده انه في فرق ما بين جمهور الرجالة وجمهور الستات، صح؟ امال يد فعل الستات لما بغني مختلف خالص، لان الست رقيقة بطبعها، عشان كده عمرها ما بتستخدم ايديها او رجلها معايا، لذلك انا مدين ليها بالكتير. طيب استاذ حنجوري، بشوية تفكير ومن غير كلام كتير، ممكن حضرتك تقول لنا حضرتك مدين للمرأة بإيه؟ هقول لحضرتك، لما اسخن واغني قوي يحدفوني بالجزم، بجمع كل الفيات دي واهديها لمراتي. تصوري عندها اكتر من 400 فايدة، بس المشكلة ان مفيش ولا جزء على بعضه. لما بتيجي بقى تتخانق معايا تقولي نفسي في جوز عدل. طيب بالمناسبة ديت، ممكن حضرتك تسمعنا حاجة؟ الحلو من البيان ده بيلمح بشيان، والحب في الزمان ده محتاج دفتر شيكات. هذا هو الفرق، قميص بي تي ام. هذا هو الفرق، بنطلون بي تي ام. هذا هو الفرق، جاكيت سبور بي تي ام. هذا هو الفرق، بدلة سبور بي تي ام. ملابس بي تي ام للرجال، هذا هو الفرق. وانت ماشي في الشارع في امان الله، لاحظت ان واحد ماشي جنبك في كتفك، خطوة بخطوة، تقف يقف، تمد يمد، تجري يجري، رد الفعل عليك هيكون ايه؟
حلواني اللحمة باردة من حلواني مفروم روستو والسلامي والديك رومي والأخياني بحبك يا حلواني إخواني ألس اللحمة من حلواني اوعى تاكلها وتنساني بحبك يا حلواني لا لحوم من بعدها. الاستاذ لما الشجيع وصل. لما الشجيع ليه؟ فين الدكتور احمد سويه؟ دورنا عليه ما لقيناهوش فجبنا البديل. بديل الراجل ده بالذات؟ طب هنعمل ايه؟ لازم نسرع. ده راجل يا جماعه. طيب ماشي ماشي. ماشي. بص الراجل ده واخد 4 دكتوراه في الجيولوجيا ومؤلف 12 كتاب. احنا عشان موضوعنا النهارده فيه علاقه بيه بس هو راجل غلس بيكره الفنانين قوي. ده بجد؟ بس انا وغرور جدا وانا موقفي ما يسمحش ان انا كل مره ما اقدرش اشوط فيه فانا جات لي فكره كويسه قوي المره دي انا هتفق معاك على علامه اوكي؟ اما اعمل لك كده شوط انت فيه براحتك شوط فيه براحتك احنا على الهوا يعني خش اتكلم بطلاقه هتكلم فرانكلي سبيك يعني هتكلم اللي انا بس انا مش عارف انتقم منه انا ما اعمل كده انتوا جبتوه قبل كده مره ولا حاجه ولا حلقه وبهدل الدنيا بس طب وايه يا رائد بقى فرعت هنا ولا ايه اهلا وسهلا نور اهلا وسهلا الدكتور عايز اتابعوه استاذ لامع الشجيع اهلا وسهلا اتفضل اتفضل احنا جاهزين يا جماعه اتفضلوا اهلا يا دكتور عزت وبنهنيك على الجوائز دي اللي انت بجد تستحقها عن جداره وعايزين نرحب بالدكتور لامع الشجيع وبنقول له الحمد لله على السلامه بعد عودته من امريكا دكتور لامع يا ترى ايه الجوائز اللي انت حصلت عليها لا انا لم احصل على جوائز لان سعادتك تعلم ان العالم ملوش مكانه في الدنيا الجهله اللي احنا عايشين فيها احنا سيبنا الجوائز بقى للإخوة الفنانين ويكسبوا الملايين احنا علماء يعني قصد حضرتك ان الفنانين ما يستحقوش ياخدوا جوائز نسيب الإجابة للدكتور عزت أبو عوف لا 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 انا هقول لحضرتك حاجة اخي الفاضل معلش اسمح لي اتكلم حضرتك زمان الممثل المشخصات اللي ما كانوا بيسموه يعني مشخصاتي لما كان بيروح المحكمة ما كانش بيتخذ بشهادته ده مظبوط هو هيعلم الدكتور كده يعني كان زيه زي الاوراداتي بس يعني بس ده كانوا ساعتها حضرتك كانوا اجهل من اللي حضرتك بتقول انهم جهله دلوقتي بتهيألي ولا ايه رايك والله هنقول لحضرتك حاجه انا الكلام ده انا مش انا اللي بقوله احنا طلعنا ان العلم ليه مكانه كبيره بنفاجئ بنلاقي فيه تغيرات في المجتمع انا مش قادر افهم حضرتك قلت انه الفنانين يعني هم اللي بيتسابوا علشان مش عارف ايه والجهله او و و و طب انا معلش هسال حضرتك سؤال برضه لو تقدر تفيدني فيه انا جوزك ومجاهل شويه ومش عارف اتفضل المفروض الـ 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 العالم يبقى معفن قوي في وشكله سوري اكسبريشن معفن بس لازم يفضل سايب دقنه طويله كده ومزيت وكده دي علامه من علامات النبوغ في العلم حضرتك عايزني اجاوب بليز العالم مش في دقنه العالم جوه طبعا انا ايه فرق ان انا المع طب ثانيه معلش معانا اتصال معانا اتصال وبقى لنا سقف في حديثنا اهلا وسهلا نتعرف بحضرتك مساء الخير يا استاذ حسين يا اهلا وسهلا دوله علي المنيل يا اهلا وسهلا يا فندم الحقيقه انا متعاطفه مع كلام دكتور لمعي جدا لانه فعلا عالم عظيم وله مكانه علميه رفيعه وانا يشرفني اني كنت واحده من تلامذته وفعلا الناس ما بيقدروش الكفاءات العلميه الفذه وبيجروا ورا الممثلين والمغنواتيه اللي بيتنططوا ويتشقلبوا ويدولهم جوائز جايين تستضيفوا ممثل مع دكتور لمعي ايش جاب لي جاب ايش جاب لي جاب يا استاذ حسين وكمان الممثل ياخد جايزه ودكتور لمعي لا معك دوله علي المنيل القاهره طيب ده كان الموجز وان شاء الله نبقى نسمع النظره بعدين فاصل قصير ونعود اليكم فورا مش هينفع ما هو مش هينفع يا جماعه لا 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 مش هينفع مش كل حلقه يجي يعمل معانا كده لا مش معقول ما انا لا ما ينفعش لا من فضل حضرتك انا بس انا عايز اقول حاجه احنا على هوا يا دكتور على هوا انت حضرتك بتقول رايك انا بزعل كل واحد يقول رايه ايوه انا ما بقولش رايي رغم ان حضرتك انا ما زعلتش لا انا شوف انا هقول لحضرتك حاجه رغم ان انا برده ما زعلتش انما برده في الاول وفي الاخر بقول لحضرتك حقك عليا في اكتر من كده حاجه النيل على حقك عليا ما انت بقول لحضرتك ايه انا ما اقدرش اقول لحضرتك غير ان انا اسف يعني طب وبعدين في الليله مش المطلوب انا اعمل اكتر من كده يعني
طب ارجوك يا دكتور خلاص، احنا عشان بس نخلص البرنامج ما يتكررش ثاني. مضطر امسك اعصابي يا استاذ حسين. لا هو اللي يمسك، ده مجنون يعني الراجل ده. على فكره كلمه اعتذار للدكتور عزت. انا بقول له انا بعتذر، نحترم بعض بس. سلام يا ست. دوم دلوقتي هنتابع الحديث والحقيقه اثناء الفاصل. الدكتور اعتذر وابدا إن لا 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 حضرتك، مين انا اعتذرت؟ اعتذرت لمين حضرتك؟ اعتذرت للدكتور عزت ابو. يعني انا هعتذر على حاجه انا ما عملتهاش؟ مستحيل. امال ايه؟ بصراحه بقى يا استاذ حسين ما تزعلش مني، المفروض انت اللي تعتذر. اعتذر لك ليه؟ لان المفروض انا نصت على رجلك عشان لا، ما انا هقول لحضرتك اعتذر ليه؟ لان مش المفروض تجيب عالم كبير زيي وفي نفس الحلقه تجيب واحد مشخصاتي. يس ما ينفعش. يا سلام، احب اقول لك بقى ما اقول لحضرتك حضرتك من فضل حضرتك خلاص يا جماعه، التزم حدودك، التزم حدودك. خلاص خلاص اتفضل. لا اتفضل يا جماعه، فاصل اعلاني ونعود اليكم فورا. ايه ده؟ اتفضل اتفضل اقعد اتفضل اقعد اتفضل البيت. لا 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 في برنامج لازم نستمر فيه. لا 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 سوري خلاص يا عز، معلش معلش استنى استنى. هيز ده بني ادم بشع. احنا بنتكلم انجليزي واحنا ما بنتكلمش انجليزي. ساكت بقى، انت بتعرف اصل انت عايز اقول لك ان انت فعلا يا دكتور انت بجد خلص، بجد خلص. انا خلص؟ ايوه انا خلص. لا لا انت بجد بقى فعلا غلس. من فضل حضرتك ولا سمعت غلس. يا دكتور يا كده، يا دكتور يا كده، يا دكتور من فضل. خلاص يا دكتور، يا دكتور والله من فضل حضرتك. ايوه فضل الهوا يا دكتور. يا جماعه انتوا جننتوا؟ هوا ايه؟ ما انت من فضلك ولا ايه؟ ما يسرين من الهوا عارفين يا جماعه. بص شكلك عامل ازاي. اتفضل اقعد. انت غلس بجد، انت غلس غلس. اتفضل يا بابا. اتفضل حضرتك. ما يصحش ما يصحش يعني ما يصحش. انت غلس. ما يصحش ما يصحش. بقول لك ما يصحش. انت فعلا غلس. ما يصحش بقول لك. وانا فعلا خلاص يا عز. خلاص خلاص لا لا خلاص. اللحمة الطازة كرمناه، كل اللي عليكي تقليه، والستيك برجر تبلناه، برهنة والشيف أكلناه، والسجق شرقي أصيل ينتظر الشوي قليل. أو الخلي في دقائق يملأ السفرة ويعمر المعدة. جنجري 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 جنجري. فيلم ولا مسرحية؟ خليك هنا. أغنية؟ أغنية لست؟ ست قديمة؟ قديمة. مش موجودة. أم كلثوم؟ اسمهان؟ اسمهان. كم كلمة؟ ثلاثة. الأخرانية؟ الأخرانية. دموع؟ عيون؟ عين. عين. عين؟ لا. تانية؟ بريق. ليت للبراق يا عين. يا برافو يا زميل، سهل قوي. ليت للبراق. دلوقتي هي انتوا لكم 10 نقط بس لو غنت هدى حاجه لاسمهان هزود. هدى تغني حاجه لاسمهان معاها. ليالي الأنس في فيلا بينا روضة بالجنة. ليالي الأنس في فيلا بينا روضة بالجنة. نام في الجو نورنا سنة طير بك مولانا. الله قوي. الله ينور عليك. لا 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 حاجه حلوه قوي قوي قوي. بتضحك يا عم. هو يا جد مستعجل انت عارف هو في ايه. قول لك يا حسن. استاذ حسن حسني هقول لنا شخصية. كلمتين. راجل راجل خليك معايا هنا. راجل اول كلمه. اول كلمه اول حرف يعني. يلا بص يا شيخ. لا ما تتكلمش حسن، ما تتكلمش عشان هم ايه ممكن. لا تكنيكال فاول كده. عمر مختار. ايوه عمر مختار. ايوه
ايوه كودا 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 تيكا تيكا فيلم كودا 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 ولما يقولوا كوا قولوا كودا كودا تيكا تيكا فيلم كودا 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 فيلم كوداك جولد يعطيك أروع ألوان العالم صور بأفلام كوداك جولد فإن كانت حلوة تبقى كوداك. كيف كان وقع خبر إنجابك على زوجك الأول؟ هل تلقيت ردة فعل منه؟ يا رجل ده سؤال. طبعا يا رجل ده سؤال. ليش مش سؤال؟ لأ أنا مالي ومال ربنا يسهله، أنا يعني يفرق معايا في إيه؟ بعدك مرته. مين ده؟ لا يا شيخ أعوذ بالله أعوذ بالله، بعد مرته إزاي بس يا توني؟ لا لا أعوذ بالله يا رجل، أنا اتجوزت وخلفت. هو ما تقفلوا الصفحة دي. طيب بقى هو الصفحة دي قديمة أوي، صفحة قديمة أوي وما تهمش الناس. طيب بس ومش حلوة. أنت تزوجت؟ خلوني أكمل فرحتي، يعني أنتوا صعبان عليكم. طيب لحظة لا أنتوا صعبان عليكم يا جماعة، ما تاخدينا بالعاطفة. بتفتحوا لي ليه صفحة سودة؟ يعني أنتوا ليه بتفكروني بصفحة سودة؟ أنتوا باركوا لي من قلبكم وقولوا لي مبروك وألف مبروك ودي صفحة سودة وانتهت. أنا مالي هو يعرف إيه ولا وقعه، أنا مالي. لأنه أنت قدرتي تتزوجي تبني عائلة وتخلفي وتعيشي حياتك بوقت أنه زوجك مش قادر يتزوج. معلش لأنه بعده لم يطلق. نو نو، عشان القانون الكنسي. نعم. بيقول أن المجني عليه هو اللي يتجوز والجاني هو لما بيتجوز. هي ده قانون الكنيسة، ده في الإنجيل. هنغير الإنجيل كيف بقى؟ كيف هي؟ كيف هي؟ إحنا عندنا في الإنجيل كده المجني عليه. عندكم مين يعني؟ المسيحيين، الأقباط المسيحيين. طيب الأقباط الأرثوذكس المسيحيين. ما بكل المسيحيين ولا مرة أنا سمعت أنه بحالة الطلاق المجني عليه يحق له يتزوج. إحنا عندنا كده. أنا السؤال ده ما يتوجهليش يا طوني، السؤال ده يتوجه للكنيسة، يدوله تصريح، يدوله دفتر تصريح. أنا ما دي ما مش طيب مشكلتي. أنت لنلتي الطلاق أو الخلع ما غيرتي طيفتك؟ يا عم الموضوع ده قديم قوي. طب اوكي بس انا بدي اسال في الموضوع ده. ليه؟ لا خلاص يا جماعه، انا عندي ولاد النهارده وعندي اسره وعندي بيت. طيب ما بحبش الصفحه اللي قفلت. ما في القضايا بالمحاكم بعدها مستمره. انا مالي، حتى زوجك السابق رافع دعوه على قداسه البابا. أنا مالي. شنوده روحوا اسالوه، اسالوا البابا، لكن انا بتسالونيش. انا ده موضوع ما يخصنيش. انا مالي يخص مين؟ ما يخصنيش ولا ماليش دعوه بيه. دي صفحه اتقفلت بالنسبه لي فترة كده، راح فترة سوداء لون ده اتقفلت. حتى في أصوات من فيها؟ الكنيسة هي معارضة، يعني الأب مكاري يونان دخل بمداخلة معك بالبرنامج البيت بيتك واتهمك أنك كأنك اشتريت الدنيا وبعت الملكوت يعني. طيب يا سيدي الحساب فوق، مش الحساب عندي. انتوا زعلانين ليه؟ مش أنا اللي هدفع الحساب عندك. أنا مش أنا عم بحاسب الحساب عندي. أنا مش عم بحاسب، ما حدش له دعوة. ما حدش له، دي حاجه، دي حياتي الخاصه انا وقراراتي انا ومين ربنا، صح ولا لا؟ وانا ما بعملش حاجه ضد الكنيسه وما بعملش حاجه ضد ديني. ليه بتفتح صفحات قديمه؟ ليه؟ ما يعني اللي عمل الاعداد لازم يذاكر، لازم يشوف ايه الجديد. لكن الناس زهقت من الموضوع ده 12 سنه وجايين بتفتحوه تاني. انت ما زهقتي؟ ما هو يعني تفتكر ايه يا توني؟ انه بدك الاعلام، بدك الاعلام يكون الى جانبك بنضالك. مش عايزه يا سيدي. لا لما كنت بدك اياه الى جانبك بنضالك. لا وبازمتك لتخلصي لتخلصي من الاسئله. ليه هو الاعلام هو اللي نجاني؟ اللي هو الاعلام هو. لا انا لا لا حبيبي بالعكس 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 بالعكس، انا اللي ذبحني الاعلام. انا اللي ذبحني. اللي ذبحني الاعلام. شو ذبحك؟ انه تدخل في حياتي الشخصيه وانه بقوا يسمعوا الطرف الاخر وينشروا الكلام اللي بيقولوا. الاعلام ذبحني ولا عمره وقف جنبي الاعلام. كان يا مكان في بلاد الامريكان شحط كبير اسمه بيلي جو، شرير خطير ما بيكلمش كتير، مقفل تكساس ونيو مكسيكو لغاية ما جاله بابلو بيبيتو بياكل جفرات جفرات ريانو. قال له ايه ده يا بابلو، ايه اللي انت بتاكله، هات حتة خليك راجل. فبابلو قال له نو. بابلو بيبيتو ما عجبوش كلامه فطلع ال 45 واداله في المليانو. ومن يومها كل الناس من داكوتا لتكساس ما بياكلوش غير جفرات جفرات ريانو. سلم سنين مين
سلم سنين مين القمر في عليا.